هذه الفعاليات. خرج البغداديون اليوم للتعبير عن رفضهم المطلق للمادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد، والتي تمنح أعضاء البرلمان راتبا تقاعديا وامتيازات خاصة تثقل كاهل الدولة. خرج اليوم أبناء الشعب العراقي محافظة بغداد المطالبة بإلغاء المواد 37 و38 من قانون التقاعد الذي حاول أعضاء البرلمان دسه في هذا القانون، وهو سرقة واضحة ومكشوفة لأبناء الشعب العراقي ولثروات الشعب العراقي، وهؤلاء يفترض بهم أن يكونوا مدافعين عن حقوق الشعب العراقي وعن أبناء الشعب العراقي، وليس سرقة أموال الشعب العراقي تحت مظلة القانون والتشريع. المتظاهرون أكدوا أن الشعب هو مصدر السلطة، وأصوات المواطنين هي من أوصلت النواب إلى البرلمان، ولذلك فإن على البرلمانيين الامتثال لكلمتهم الرافضة لهذه الامتيازات. قانون التقاعد الموحد قانون محرف لصالح البرلمانيين، ونحن كشعب يعتبرنا الدستور مصدر السلطات، نأمرهم بتعديل هذا القانون، وإلا ستستمر هذه الاحتجاجات. ونطالب بل نأمر البرلمانيين، نحن مصدر السلطات، لذلك نحن نأمرهم بإلغاء هذه المادتين 38 و37. القائمون على التظاهرة وجهوا شكرهم وامتنانهم للمرجعية الدينية التي كانت أول الرافضين لهذه الرواتب ودعت إلى إلغائها كونها تمثل التفافا على إرادة الشعب العراقي، مطالبين النواب في الوقت ذاته بسن قوانين وتشريعات تخدم المواطن الذي عانى من ويلات الحروب والحصار. الشكر، كل الشكر إلى المرجعيات والقيادات الدينية التي ساندت وتساند هذه المطالب المشروعة للشعب العراقي. نشكر المراجع الدين العظام على تأييدهم المظاهرات الذي خرجنا يوم 15/2 في ساحة الفردوس مطالبين بإلغاء مادة 37 ومادة 38. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد نقضت هذا القانون سابقا، إلا أن نواب البرلمان أصروا على منح أنفسهم امتيازات خاصة. من بغداد، حيدر نصرات، الإشراق.